مرحبا حبايبي، شلونكم؟ طبعا اليوم حشرح لكم شلون يتم اخفاء صور نهائيا من الاستوديو، من داخل الاستوديو، من المخفيات ايضا. فمثلا هسه نحدد 3 صور حتى نخفيها، نضغط على هذا الخيار ابو السهم، نختار اخفاء بهذا الشكل. عفوا، نروح على البومات، بعدها نضغط على مخفية، وهاي الصور اللي خفيناها. اذا نريد نخفيها نهائيا هذا الخيار نخفي ما يطلع عندنا بالاستوديو، نروح على الاعدادات وعلى الصور، خيار البوم مخفية، ننطي الغاء تفعيل بهذا الشكل، ونرجع للاستوديو نلقيه ما موجود، مختفي، ما موجود عندنا. بعدها مثلا نريد نخفي اي صورة، نخفيهن نفس الطريقة، نروح على اخفاء، اخفاء صورتين، من نروح هنا نلقي ما موجود، يعني نخفي نهائيا بدون ما يبين البوم المخفية مثل ما تشوفون. اذا اردنا مثلا نرجع الصور، يعني نطلعها هنا بهذا المكان، نروح على نفس الخيار على الاعدادات، نروح على الصور ونفعله، من نفعله راح يرجع عندنا خيار البوم مخفية مثل ما تشوفون، يرجع الصور اللي عندنا مخفيات كلهن. لهنا انتهى شرحنا، لا تنسون تدعموني، محتاجة دعمكم كلش هواية.